بيع النجش، وهذه الحلقة فيها 5 محاور. في المحور الأول تعالوا نتعرف ما هو النجش في الشريعة الإسلامية. النجش هو أن يعمد البائع إلى رفع السعر بنفسه أو عن طريق غيره ليوهم المشتري أن هذه السلعة سعرها رخيص بالمقارنة بالبضائع الأخرى، وأن فرصته في الحصول عليها ضئيلة، وذلك لأجل دفعه نحو الشراء وبالسعر الذي يريد البائع. إذن هو تصرف ربما نشاهده كثيرا في بعض الأسواق، وخاصة في سوق السيارات على سبيل المثال. من صور ذلك، حتى نتحدث فيما يعلم الناس، أن يأتي إنسان إلى سوق السيارات مثلا، فيكون البائع قد اتفق مع بعض الناس أو الأصدقاء أنه عندما يقترب هذا الزبون الغريب من السيارة يبدأون بالحديث: هذه السيارة جيدة، ليتنا نأخذها وبسعر 10,000، وأتمنى لو يرضى 10,000 فهي جيدة جدا، سيكون السعر فرصة لا تعوض، السعر ممتاز، السيارة جيدة، السيارة ربما تكون فعليا لا تساوي أكثر من 7 أو 6. ويظهرون أنهم يتحدثون خفية عن البائع حتى يحاولون أن يتحروا أن لا يسمع المشتري الغريب كل الكلام بشكل واضح. هذه الطريقة، هذه العبارات من هؤلاء الناس ليشجعوه على شرائها، ربما تكون هي النجش الذي حرم الشارع الإتيان به. بعضهم أحيانا يحاولون الاحتيال والغش والخداع من خلال الاتفاق مع البائع الأساسي برفع السعر أمام هذا المشتري، فإذا ما قال 10 يقولون 11 و12، وهكذا ليزيدوا في سعر هذه السلعة. وهذا من صور النجش، وهذا ما يسمى أحيانا المزاد. عندما يكون هناك مزاد علني، تجد أن البعض يدخل في المزاد بصورة الغش، فيرفع السعر لا يريد الشراء، إنما ليغرر بواحد ممن دخلوا هذا المزاد، فيقول: أنا أشتري 10 وفلان يشتري ب11 و12، والسعر الحقيقي كما قلت ربما لا يتجاوز 5 أو 6. من صور النجش أيضا هذه المغالاة والإثارة والحلف كذبا. من أنواع النجش أيضا المغالاة في السعر نفسه، كي يتم خداع هذا الإنسان وتغريمه ودفعه ليدفع من المال أكثر مما تستحق هذه السلعة المباعة. يأتي البائع نفسه ربما يقول: لقد عرض علي، وتنبه إلى ذلك، عرض علي بيع هذه السيارة وهذا البيت بسعر كذا وكذا، وربما يكون كاذبا، لم يعرض علي، وربما يحلف. وكما قيل وكلنا نعلم أن الحلف منفق للسلعة لكنه ممحق للبركة، فيقول للمشتري: والله لقد دفع لي كذا وكذا ولكنني لم أرضى، واسأل فلان واسأل فلان، ويبدأ باللف والدوران. والناس بطبيعتها تصدق من يحلف بالله، لأنها تحمل حال الحالف على الصدق ما أمكن كونه مسلم. هذا أيضا من النجش المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش الذي هو رفع السعر من خلال الكذب والغش والخداع، مما يؤذي الناس في أموالهم ويشعرهم بالغبن بعد أن ظنوا أن هذه السلعة فعلا تستحق هذا السعر. من الصور أيضا، ليس فقط رفع السعر، التبخيس ليس فقط في رفع السعر، لكن أيضا في التبخيس في السعر. ربما بعض الناس عندما يريد أن يبيع شيئا ما للتجار أو لبعض الناس، يحاول الآخر أن يقلل من قيمة هذه السلعة، فيتعامل أيضا بطريقة الكذب واللف والدوران، فيقول: هذا البيت لا يساوي أكثر من 4، لا يساوي أكثر من 3، وأنا إذا دفعت لك 7 فأنا مغبون، وأنا أدفع لك لأنك طيب ولأنك ابن حلال ولأنك مضطر ولأنك مسافر. ومن هذه العبارات التي يحاول أن يغرر بها الآخرين. أخبرني بعض التجار أن بعضهم يعمد إلى إرسال زبائن وهميين ليقول لصاحب المبيع: نحن لا ندفع لك أكثر من 6 مثلا، وهذا البيت أو هذا العقار لا يستحق أكثر من ذلك، وربما كما قلت يستحق 10 أو أكثر من ذلك. هم يوهموه ويغشوه، حتى إذا أتى التاجر
المتفق عليه ربما يدفع 7.5 أو 8 فيبيعه لأنه وجد أن العشرات يأتون إليه ولا يدفعون أكثر من ذلك. إذن النجش طريقة لكسب المال الحرام. آمل في هذه الحلقة أنني قد سلطت الضوء على بعض صوره. حمان الله وإياكم. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.